السلام عليكم ورحمة الله. أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج في منى؟ هذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس، حيث يرمي الحجاج الجمرات في منى، وهو واد صغير يقع على بعد حوالي 5 كيلومترات شرق مكة المكرمة. ويتم رمي الجمرات في مشعر منى خلال أيام التشريق التي تلي يوم عيد الأضحى، ويقوم الحجاج برمي الجمرات في 3 مواقع ترمز لرمي الشيطان، وهي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. لكن أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. يعتبر رمي الجمرات أحد الشعائر الخاصة بالحج، ويشترط فيها رمي 7 حصيات في كل من الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. ويتم ذلك عن طريق رمي الحصيات باليد أو بالمشاعل الموجودة في المكان. ففي اليوم الثاني من عيد الأضحى يقوم الحجاج بالبقاء في مشعر منى الليلة الثانية من أيام التشريق، ويتم في هذا اليوم رمي الجمرة البيضاء وهي الجمرة الكبرى. ويقوم الحجاج بعد رمي الجمرات بالعودة إلى مكة المكرمة لاستكمال الشعائر الأخرى للحج، وتنتهي الشعائر بعد أداء طواف الوداع والمغادرة إلى بلادهم. وبعد رمي الجمرات يتم جمع الحصى ونحوه في مكان محدد داخل المشعر، ويتم نقلها إلى مكان مركزي خارج المشعر ليتم التخلص منها بشكل آمن ولا يؤثر على البيئة. وتتم هذه العملية بالتعاون بين السلطات المحلية والشركة المنظمة للحج، وتتم بشكل دوري للحفاظ على نظافة وسلامة المشعر والمنطقة المحيطة به. وهناك رحلة للجمرات أو الحصوات بعد إلقاء الحاج بها، حيث تنزل على سيور تجمعها ويتم فحصها وانتقاء الجمرات من غيرها، حيث يرمي بعض الحجاج أشياء أخرى غير الجمرات، ثم تحمل في سيارات ويتم إلقائها في المرامي الخاصة بها. وطبقا للإحصائيات الرسمية تقدر كميات الحصى بحوالي 1000 طن، وتعتبر منشأة الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، إذ بلغت تكلفتها الإجمالية بأكثر من 4,200,000,000 ريال سعودي، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 300,000 حاج في الساعة. ونفذت بطول 950 مترا وعرض 80 مترا، وصممت أساسات المشروع على أن تكون قادرة على تحمل 12 طابق و5,000,000 حاج في المستقبل إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويعتبر جمع الحصى ونقلها والتخلص منها بشكل صحيح أمرا هاما للحفاظ على نظافة وسلامة المشعر والمنطقة المحيطة به. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.